طائرية ناحية مرمى زغبة، لكن تصطدم بالدفاع، تصطدم بالدفاع، ما فيش لمسة يد هناك، ومحاولة بعيدة وضربة مقصية. كان سعيود يرفعها ناحية المهاجمين، الكرة خطيرة، الكرة ماهيش بعيدة كثير عن مرمى الحارس زغبة، خاصة أن الشمس معاكسة. ومحاولة، كانت محاولة رائعة، كانت محاولة جميلة جدا من سعيود، كانت جميلة جدا، وخاصة وانطلاقة سريعة، انطلاقة سريعة من سعيود ويقصها الدفاع. أسرع نوعا ما سعيود، لو روض الكرة أحسن، لو كان الترويض أحسن، يعني اللقطات ما كانش يعني الخطورة كبيرة، ولكن شباب بلوزداد حاول، ومحاولة هدف، والهدف من بوشار، الهدف الأول من بوشار في الدقيقة 42 من الشوط الأول. هدف كان ممتاز ورائع، وتنفيذ الركنية كان بوشار وراء هذه الكرة، وتهتز المدرجات بعد تسجيل الإصابة الأولى لفريق شباب بلوزداد. سجل شباب بلوزداد، سجل شباب بلوزداد في الوقت، وقت حساس جدا، في وقت حساس جدا سجل الهدف والإصابة الأولى عن طريق بوشار، كانت خطيرة جدا، وبوشار يسجل الهدف الأول، بوشار يسجل لشباب بلوزداد في وقت ها هو الهدف. كين يعني كيف سجلوا البشار، يعني رأسيته كانت قوية جدا، حتى المراقبة ما فادتش في بشار، وسجل فريق شباب الأولى. كان تمكن واحد من اللاعبين أنه يلمس كرة برأسه، ومحاولة، محاولة خطيرة جدا، و وضعية التماس تسلل. إذن ينتهي اللقاء، الحكم السيد عبد الرزاق عرب يعلن عن